السلام عليكم ورحمة الله، ألا صبحكم بالخير مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من وسط البلد، حلقة جديدة في هذه الأجواء الماطرة التي تعم معظم أرجاء بلدنا. وطننا الحبيب الآن يغرق بهذه الخيرات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سقيا رحمة لا سقيا أعذاب. الحمد لله رب العالمين، أمطار كثيفة جدا والشوارع يعني كالعادة أصبحت ممتلئة بمياه الأمطار، ونتمنى أنه تمر هذه الموجة أو هذا المنخفض على خير بدون تعطيل لحركة السير، بدون غرق للأنفاق، بدون سيول ويعني إحداث خسائر سواء مادية أو بشرية لا سمح الله. الحمد لله الأجواء جميلة جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم ذلك على خير. زي ما سمعنا من دائرة الأرصاد الجوية مبارح، اليوم راح يكون الجو ماطر مع رعد وبرق، و يعني التحسن راح يكون ابتداء من صباح الغد لتعود درجات الحرارة للارتفاع مجددا. وواضح انه ان شاء الله ربنا يرزقنا بهذا الفصل، فصل الشتاء، يعني ان يكون غزير بالمياه وبالامطار لكي نسد يعني العجز الكبير الذي نعاني منه من مخزون الماء، كون الاردن هي من يعني ثاني بكل الكرة الارضية، احنا ثاني دولة من ناحية الفقر بمصادر المياه. اليوم يعني راح يكون معنا فقراتنا المعتاده من خلال استعراضنا لصحفنا المحليه، مواقع الكترونيه، مواقع التواصل الاجتماعي، كل ما يدور حولنا سنضعه على طاولتكم الصباحيه في هذه الاجواء، لكي يكون مشاهد وسط البلد على علم وعلى درايه بكل ما يجري حوله من قضايا ومن احداث. الساحه المحليه الحقيقه غزيره بالاحداث، بالتطورات وبالاخبار. امبارح كان هنالك انفراجه بملف المعتقلين بعد الافراج عن 10 معتقلين من السجون، وهذه كانت بادره حسن نيه وربما يعني تصب بالخير العام للدوله، لانه الجميع مش بصدد وجود احتقان داخل الدوله في ظل كل ما نعاني منه من ظروف سياسيه اقتصاديه اجتماعيه داخليه وخارجيه. يعني مش ممكن انه مش معقول انه نزيد هذه الاحتقانات وكل هذه المشاكل باعتقالات، يعني حوالي كان 28 تقريبا مواطن اردني، بعض هؤلاء المواطنين منتمين لنقابة المهندسين بعدد كبير جدا، ومعظمهم أيضا ينتمي إلى الحركة الإسلامية من الناحية الفكرية. تم اعتقالهم، والأكثر استفزازا من اعتقالهم التهم التي وجهت لبعضهم مثل تهمة دعم المقاومة. باعتقادي الحقيقة عيب، يعني هذه التهمة عيب أن تكون في أرض الحشد والرباط، لأنه يعني دعم المقاومة هو شرف. إذا كانت هذه المعلومات حقيقية وأن كانوا الشباب فعلا يدعموا المقاومة، فهذا شرف لأي إنسان ولأي مواطن حقيقة، بدل أن يتم أو تحويله إلى تهمة واستيراد بعض المصطلحات من دول عربية انقلابية من تخابر مع حماس وغيره. الآن دعم حماس ودعم المقاومة في الضفة الغربية، ويعني بوادر تنسيق الأمن الحقيقة إذا صحت فهو أيضا أمر ليس بالأمر المشرف في الحقيقة للأردن، لأن يقوم بهذا التنسيق الأمني مع قوات وسلطات الاحتلال الصهيوني. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أصحاب القرار في بلدنا الحكمة والروية بإدارة هذا الملف كما باقي الملفات، لكي يديروها بالشكل المطلوب والذي يعني يستحق منا الأردن أكثر بكثير مما يقدم الحقيقة من المسؤولين. نسأل الله سبحانه وتعالى انفراجة عامة في كل سواء في ملف الاعتقالات الحالي أو في باقي الملفات العالقة. للأسف في ظل كل هذا الاحتقان اللي وهذه الظروف الصعبة اللي بيعيشها المواطن الأردني، امبارح سمعنا أن الحكومة عم تتضرر من أجل تخفيض أسعار المحروقات، لأنه الضريبة بتقل اللي تحصل عليها، وهي ضريبة مرتفعة جدا اللي بتفرضها الحكومة على أسعار المشتقات النفطية، اللي يفترض أنها تبيعنا إياها كما تشتريها، كما كان يصرح الدكتور عبدالله نسور وباقي رؤساء الحكومات الذين كانوا يدافعوا عن موضوع تحرير أسعار المشتقات النفطية. اكتشفنا أنه عم تخسر، والآن بعد ذلك ما صدقت الحكومة، وهنالك قرار وتصريحات من دائرة ضريبة الدخل بوقف دعم المحروقات. يمكن لو بدنا نحصي التصريحات اللي حكتها الحكومات
السابقة عن كيف انه احنا بدنا نحول الدعم من دعم السلعة الى دعم المواطن اللي يستحقها، حتى لا ياخذ الغني هذا الدعم، حتى لا ياخذ العامل الوافد هذا الدعم وغيره. يمكن في مش مئات وانما الاف وعشرات الالاف من التصريحات اللي كانت في هذا الموضوع. الان ما صدقوا انه انخفضت اسعار المحروقات حتى يزيلوا هذا الدعم، يعني المواطن الأردني يا دوب يمشي أموره ومشي حاله، وكمان يتم إزالة هذا الدعم اللي هو يفترض أصلا يكون للأسر متوسطة الدخل ومتدنية الدخل. إضراب الكهرباء حدثت فيه انفراجة، كان يفترض اليوم أن يبدأ عمال شركة الكهرباء بالإضراب، ولكن الحمد لله تم الاتفاق على يعني مطالب العمال وتم إلغاء الإضراب في بادرة حسنية وبادرة إيجابية الحقيقة من الشركة ل وقف يعني أي خلاف أو أي تصعيد قادم، على عكس ما هو حاصل في العقبة من أن شركة الميناء صعدت وحتى العمال أيضا صعدوا، والآن ما زالت الأمور عالقة وشائكة ما بين مطالب بعودة النظام القديم نظام الشفتات وما بين مطالب حديثة أصبحت بالإفراج عن بعض العمال الذين تم اعتقالهم وكذلك إعادة بعض العمال الذين تم فصلهم. ما زال الملف عالق، والآن العودة إلى المربع الأول، العمال وافقوا على أن يمارسوا أعمالهم ضمن النظام الجديد لكن بشرط الإفراج عن المعتقلين وإعادة المفصولين، وهذا ما كنا عرضناه في قناة اليرموك في تواصل مباشر مع الشركة ومع العمال. يا ريت أنهم كان هنالك اتفاق مباشر منذ تلك اللحظة، لأنه الآن هم يريدوا أن يعودوا إلى تلك اللحظة اللي نبدأ فيها نشتغل وبعدين يصير في حوار، لكن هذا الحوار كان مرفوض من يعني الطرفين خاصة بعد أن صعدت الشركة. على كل حال يعني هذا ايضا ملف يؤرق الحقيقه القطاع التجاري وسينعكس يعني قريبا على المواطن الاردني من خلال ارتفاع اسعار الملابس المستورده وغيرها من البضائع اللي هي عالقه في الميناء، والخسائر الكبيره التي يتكبدها التجار وقطاع النقل وسلسله طويله عريضه من هذه المرتبطه بالحاويات والبضائع المستورده من الميناء. هذه اذا هي مجموعه متنوعه من الاخبار المحليه بالاضافه الى اخبار إقليمية في الملف الفلسطيني، تطورات مهمة أيضا في الملف الفلسطيني وخاصة في الساحة السياسية الإسرائيلية، كذلك الحال إقليمنا إقليم ملتهب، سنحاول أن نسلط الضوء بشكل سريع على أبرز القضايا والتطورات والتي سنبتدئ بها كلها بالإضافة إلى فيديوهاتنا المتنوعة المعتادة بعد قليل. فتفضلوا إذن مشاهدينا الكرام بالبقاء معنا. السما يا حزين ما تدري ما عند رب معين، ما تدري ما في السما يا حزين ما تدري ما عند رب معين، فجأة يعينك يشفي أنينك ينجي سفينك ويمحو أسى، هذا الرحيم الذي كنت تنساه في نوبة للأسى ما نسى، الذي من دعاه أجاب ونادى العباد اسألوني
الوجود واسأله عن انهمار السجود. اكبر رجاء قبل فجر الوجود واسأله عن انهمار السجود. واروي انشراحك وامسح جراحك وامنح صباحك هفيف النسيم، واعلم بأن الليالي سجال وأن مع العسر خير عظيم. واروي انشراحك وامسح جراحك وامنح صباحك هفيف النسيم، واعلم بأن الليالي سجال وأن مع العسر خير عظيم. صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم معنا اذا في وسط البلد بهذه الحلقه في اجواءنا الماطره التي تعم انحاء بلدنا العزيز. وعشان نطمن اكثر على حاله الجو ونعرف كيف راح تكون خلال الساعات والايام القادمه، ينضم الينا رئيس المركز الوطني للتنبؤات الجويه سيد رائد رافد الخطاب. سيد رائد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حياك الله. الله يعطيك العافية سيد رائد، وهذه الأجواء يعني الجميلة التي تعم أنحاء بلدنا، طمنا كيف حتكون يعني الأجواء خلال الساعات القادمة سيد رائد؟ الحمد لله طبعا على نعمة الخير. طبعا احنا هذه الحالة كانت ناتجة عن وجود امتداد لمنخفض البحر الأحمر، مع طبعا هذا المنخفض البحر الأحمر التقى مع امتداد لمنخفض جوي فوق جزيرة كريت، وأدى هذا مع وجود كتلة هوائية باردة نسبيا في طبقات الجو المتوسط والعالية إلى هذه الحالة الحمد لله اللي بدأت منذ الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء بتساقط للأمطار، شملت مناطق مختلفة من المملكة من الجنوب حتى الشمال وطبعا من الغرب حتى الشرق. طبعا هذه الأمطار بحمد الله ميزتها أنها راح تكون أحيانا غزيرة في بعض الأحيان، وبالتالي هذه الأمطار الغزيرة قد تؤدي إلى تشكل للسيول في بعض المناطق. طبعا أيضا هاي ميز هذه الحالة أنه هي حالة سريعة، يعني بمعنى آخر أنه هي راح تستمر عندنا فقط اليوم الثلاثاء وبدأ الجو بالاستقرار غدا، وبالتالي اليوم احنا راح تكون اجواءنا بشكل عام في المملكه بارده نسبيا غائمه مع تساقط للامطار باذن الله. هذه الامطار زي ما ذكرت راح تكون غزيره احيانا مصحوبه بالرعد، وايضا هناك الرعد وتشكل للبرق. طبعا بشكل عام هذه الحاله قلنا راح تستمر خلال اليوم وفي ساعات الليل تبدأ هذه الحالة أنها تضعف بشكل تدريجي، ومتوقع غدا الأربعاء أنه بإذن الله تكون الأجواء غائمة جزئيا، وبتضل فرصة في ساعات الصباح الباكر لأقصى شمال أقصى شرق المملكة لسقوط بعض الزخات الخفيفة من المطر، لكن بقية المناطق بتكون عليها أجواء غائمة جزئيا مع استقرار بإذن الله على الأجواء. اليوم راح تكون الرياح بشكل عام جنوبية غربية معتدلة، تنشط على فترات وتكون رافقة بعض الهبات خاصة على المرتفعات الجبلية العالية، سواء كانت بالأخص المرتفعات الجنوبية مرتفعات الشراء، وطبعا خلال فترات الليل تنخفض سرعة الرياح وبتصير معتدلة بشكل عام وبتصير شمالية غربية. طبعا اليوم العظمى في العاصمة عمان متوقع أنها تسجل بحدود 17 درجة مئوية إلى 18، بينما بالليل تنخفض إلى حوالي 8 درجات. أما المناطق الغورية والعقبة راح تكون الحرارة بحدود 21 إلى 22، بالنهار بالليل تنخفض إلى 12 درجة مئوية. وطبعا هذه الحالة تشمل بشكل عام كافة المناطق بما فيها العقبة،
واحنا مع تاثرنا بهذه الحاله في عندنا بعض التحذيرات بنحب نذكرها للاخوه المشاهدين، ومنها هذه التحذيرات. بنحذر من خطر تشكل السيول في الاوديه والمناطق المنخفضه بما فيها العقبه، وايضا من خطر تدني مدى الرؤيه الافقيه على الجبال على المرتفعات الجبليه العاليه نتيجه الغيوم المنخفضه الملامسه لسطح الارض، وايضا من خطر الانزلاق على الطرقات، واحيانا مع غزاره الامطار في بعض المناطق تؤثر على مدى الرؤيه الافقيه وتؤدي الى انقاص في مدى الرؤيه الافقيه. طبعا هذه الحاله المتوقعه اليوم، وزي ما ذكرت غدا الاربعاء اجواء غائمه جزئيا مع استقرار. نعم. ما عدا في ساعات الصباح الباكر في اقصى شرق المملكه هناك فرصه لبعض الزخات الخفيفه. شكرا جزيلا إذن على كل هذه المعلومات سيد رائد، يعني ونتمنى ان تكون هذه الاجواء أجواء خيرة وتعود بالنفع على وطننا وعلى بلدنا وعلى مخزوننا المائي وعلى أيضا يعني الموسم الزراعي لمزارعين بلدنا. شكرا جزيلا إذن لرئيس القسم أو رئيس المركز الوطني للتنبؤات الجوية سيد رائد رافد الخطاب، شكرا جزيلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن تكون هذه سقيا رحمة تعم بالخير على بلدنا وعلى مزارعينا وعلى مخزوننا المائي، نستفيد من خيرات الإله التي ينعمها علينا في ظل كل ما يعاني منه يعني في الأردن من شح للموارد، أو على الأقل هكذا نسمع من مسؤولينا، وعدم وجود خيرات على الأقل الماء الذي خلق الله سبحانه وتعالى منه كل شيء حي أن يكون متوفر بمخزونات جيدة في بلدنا. خلينا نروح على صحيفة الغد ونشوف أبرز الأخبار اليوم اللي أطلعتنا عليها علي الصحف المحلية، والبداية طبعا دائما من صحيفة الغد. الخبر الرئيسي كان عن موضوع المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم ليلة الأمس، انفراج بأزمة موقوفي الإخوان وبن رشيد إلى المحكمة. طبعا يعني هذه الخطوة رأى فيها مراقبون أنها انفراج في الأزمة بعد هذا الإفراج عن 10 من موقفي، حسب ما ذكرت الغد، يعني موقفي جماعة الإخوان المسلمين ونقابة المهندسين، واللي جرى توقيفهم يعني خلال شهر 10، وظل لغاية الآن 18 آخرين. يعني برضو عشان تكون الصورة واضحة، صحيح تم الإفراج عن 10 ولكن في 18 آخرين ما زالوا يعني موقوفين، والتهم يعني الله أعلم كيف سيتم التعامل معها، خاصة وأنها كلها تتعلق بالإرهاب، وخاصة وأنه من الممكن أنه يتم غربلة يعني الموقوفين، إفراج عن 10 ولكن إيقاع عقوبات رادعة بحق الباقين. الله أعلم كيف رح يكون السيناريو، وغالبا يعني هو موضوع صحيح موضوع عند القضاء، وصحيح أنه الحكومة دائما ما تقول بأنه الموضوع عند القضاء، لكن لما يكون القضاء ليس مدني وإنما قضاء عسكري وهي تهم يعني الجميع يعلم بأنها لا تستحق أن يعني تحال إلى محكمة أمن الدولة وفقا للتعديلات الدستورية، نحن نريد أن نلتزم بالدستور. لذلك الواحد يطرح والمراقبين يطرحوا تساؤلات، هل المحاكمة سياسية أم أنها يعني تتعلق بشأن قضائي وبالشأن التهم التي أحيلت من المد أو الادعاء العام أو نيابة أمن الدولة؟ هذه الأسئلة إذن المطروحة. اللي تم الإفراج عنهم بالمناسبة هم الأسير المحرر من سجون الاحتلال الصهيوني مازن ملصة، وبراء دوعر، وحمزة شاهين، ومازن نافع، وتامر الحاج علي، وفرج وأنس عبد الفتاح، وخالد الدعوم، وبلال عبد الرسول يونس، وصلاح تيم، ومهند إجبارة. هذه أسماء الذين تم الإفراج عنهم على أمل أن يتم الإفراج عن باقي المعتقلين. فيما يتعلق بقضية الشيخ زكي بن رشيد، يعني هذا أصبح يعتبر شيء إيجابي أنه تم يعني إرسال الحكم أو التهمة الموجهة إليه من المدعي العام، استدعى الشيخ زكي وأبلغه التهمة. طبعا هي التهمة اللي معروفة من البداية اللي تتعلق بالإساءة إلى دولة شقيقة، يعني من خلال هذه التصريحات اللي صرح فيها على الفيسبوك، واللي تم تضخيمها إلى حيث أنه هذه التغريدات اللي على صفحة شخصية على موقع تواصل اجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية أصبح يهدد 250,000 أردني بيعملوا بالإمارات، يعني مبالغة كبيرة وغير عادية، وكأنها تظهر بأنه يعني الحياة بهذه البساطة، يعني عشان تغريدة الشركات واللي بيعملوا فيها الأردنيين في الإمارات بدها تستغني عن كل الموظفين وبده يصير تصعيد يعني سياسي وكأنها معركة.
من وراء تغريدة، يعني أكيد فيها مبالغة كبيرة، وأكيد أن هنالك رسائل أراد صاحب القرار إيقاف الشيخ زكي إيصالها إلى مختلف الجهات، وليس فقط الإخوان المسلمين، وإنما حتى كل من يطالب بالإصلاح في البلاد، وكل من يعبر عن رأيه بحرية، من أن قانون الإرهاب يتسع ليشملك، مهما قلت سيتسع ليشملك في هذه البنود المطاطة اللي نواب كثر الله خيرهم ما قصروا يعني مع الحكومة، لا شك بأنه أعطوهم يعني قانون محترم يستطيعوا أن يستخدموه وأن يستغلوه في أي لحظة من اللحظات لاتهام مين ما بدهم بتهمة الإرهاب. شو ما عمل رح يلاقوا له بند ومادة في القانون تنطبق عليه أعماله، حتى يعني اللي الآن يعني مثلا بيصير معه حادث وبيقطع شجرة على الطريق ممكن يتهموه إرهابي، لأنه الإضرار بالبيئة هذا نص موجود في القانون أنه ممكن أن يكون وأن يشتمله قانون الإرهاب. الإرهاب الحقيقي هو من الجانب الصهيوني، وهذه التحذيرات بأن النفط الإسرائيلي سيتسبب بكارثة بيئية للعقبة، هذا ما حذر منه خبراء بيئيون من أن يؤدي التسرب النفطي اللي صار في منطقة إيلات الإسرائيلية إلى كارثة بيئية في خليج العقبة والبحر الأحمر، وخصوصا في ظل توقع هطول الأمطار خلال هذه الأيام. ويعني هناك كان في أنبوب للنفط الخام بالقرب من مدينة إيلات تعرض للانفجار ليلة الخميس الماضي، وهذا أدى إلى تسرب 5 ملايين لتر من النفط الخام في المنطقة والحق أضرار كبيرة بالبيئة. يعني أنبوب نفط انفجر يوم الخميس وتسرب يعني 5 ملايين لتر، وهذا أضرار بيئية، وأيضا أنبوب غاز انفجر وتسبب بتلوث في البيئة في العقبة وأدى إلى يعني حالات اختناق لأكثر من 100 حالة أو 103 حالات من المواطنين الأردنيين، غير يعني التخوف من ما هو أخطر وما هو أكبر، مفاعل ديمونة النووي وإمكانيات يعني انتشار الإشعاعات لإحداث أضرار كبيرة جدا وخطورة حتى على حياة الأردنيين. ما بيجي من إسرائيل إلا المصائب، وللأسف التهم يعني اللي ذكرت لبعض يعني الموقوفين حتى بحسب نص يعني جريدة الغد اتهامات بارتباطات مع حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية، يعني أصبح الارتباط مع حماس تهمة تستوجب المحاكمة وفقا لقانون الإرهاب. وأيضا المصادر بالأجهزة الأمنية كانت تتحقق في معلومات تتعلق بإنشاء تنظيم عسكري سري داخل جماعة الإخوان المسلمين، وهذا يعني أمر حقيقة يثير للسخرية والضحك مش أكثر من هيك، يعني لا يستحق أنه ندخل بنقاشات فيه كثير حكينا يعني، والجميع يعلم تاريخ هذه الجماعة السلمي منذ تأسيس البلاد، فكيف بين يوم وليلة أصبح لديهم تنظيم عسكري وأصبحوا يحاكموا عليه؟ واضح بأنه يعني مطبخ القرار لديه رسائل أحب أن يوجهها. وبمناسبة مطبخ القرار هذه صورة ربما تجمع يعني المسؤولين في الأردن كبار الشخصيات في الأردن بعد عودة الملك إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل إلى أمريكا. عم نشوف يعني الملك وقائد الجيش ومدير المخابرات ورئيس الوزراء وأيضا رئيس الديوان الملكي، هذه الشخصيات التي لا شك أنها هي التي تدير البلاد بشكل من خلال يعني مسؤولياتهم ومن خلال مناصبهم التي يشغلونها. والملك إذن عاد امبارح باستقبال أيضا كان رسمي في المطار بعدها زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية اللي أطلعناكم أيضا على تفاصيلها. بندخل شوي على صفحات الداخلية لأنه بس كان هذا الخبرين على الغد بالصفحة الرئيسية، لأنه الباقي كان إعلانات. في يعني قضية تتعلق أول يعني بناخد خبر عن سجن الطباخ، لكن هذا طباخ مش أي طباخ، هو طباخ يعني لجبهة النصرة التي تقاتل في سوريا، سجن 1.5 عام لطاهي النصرة والحكم على 5 متهمين بالالتحاق والترويج لداعش. إذن يعني هذا الحكم الذي صدر على طاهي النصرة. طيب خلينا يعني نظبطها أكثر الجريدة، وهذا خبر يعني غريب الحقيقة، كان خبر عن حادثة انتحار رجل نط من البلكونة من البرندة يعني تاعت البيت أو من النافذة
وتوفي. ويعني كان التحقيق بداية أنه حالة انتحار، زلمة نط من النافذة. لكن البحث الجنائي ويعني المحققين دائما بحطوا الاحتمال الأكبر والواضح من أنه هاي في حالة انتحار، لكن قبل حالة الانتحار، أنا قبل ما أروح على الخبر بس بدي أوضح يعني الحادثة، لأنها شوي غريبة وخاصة أنها يعني حصلت في بلدنا. بحطوا الاحتمال الواضح الظاهر أنه الزلمة انتحر، لكن أيضا بحطوا احتمال آخر لتحليلات أخرى، قد تكون هنالك مسؤولية، يعني قد يكون هنالك أيدي أخرى إلها دخل في الجريمة، وهذا ما تم. وتم بناء عليه القبض على الخادمة وعشيقها بشبهة قتل صاحب البيت رميا من النافذة. هذا هو الخبر، إذن القبض على خادمة وعشيقها بهذه الشبهة. اللي صار حسب المعلومات الشرطة والبحث الجنائي بأنه الزلمة كان طالع من بيته ورجع على البيت، لقى خادمته مع عشيق لها من جنسية عربية، فصار عراك ما بين صاحب البيت وهذا الرجل أو العشيق اللي هو من جنسية عربية، وبالتالي بمساعدة الخدامة برضو راحوا رموه من البيت وأذى أدى إلى وفاته. يعني الشكر يعني الحقيقة على هذه الخبرة، واللي يعني الحقيقة نفتخر بها بمثل هذه الإنجازات بالوصول إلى تفكيك جريمة مش متوقعة. يعني كان كل التوقع، لأنه الشرطة ببساطة سألت يعني عن الزلمة، هل عنده أمراض نفسية، هل عنده يمكن يعني مشاكل معينة، تبين أنه لا، وبالتالي ما في أسباب مقنعة أنه ينتحر الزلمة. وأيضا تم يعني مراقبة من خلال مراقبة المنزل تبين أنه في واحد بتردد عليه من جنسية عربية، ولذلك تم ربط هذه القضية، حتى اعترف هذا الشخص واعترف بجريمته بمساعدة الخادمة. يعني حادثة مؤسفة الحقيقة، راح ضحيتها هذا الزلمة المسكين، يعني مروع على بيته بأمان الله ولقي يعني هذه المفاجأة واللي أدت إلى مقتله. أيضا بدي أستمر بصفحات الداخلية للغد، وكان هناك مؤتمر امبارح يتحدث عن اللاجئين السوريين. أنا بدي أعرض لكم صورة هي يعني بالأبيض والأسود على الغد، ولكن أتمنى تكون واضحة. صورة لمدينة كبيرة جدا جدا وهي مخيم الزعتري. هذه الصورة يعني أنت إذا يعني مش واضحة كثير، هذا السواد هي يعبر عن المخيمات، الكرفانات وبعض خيم بعضها كرفانات التي تنتشر في مخيم الزعتري. هذه صورة جوية له، ويعني هذه خامس أكبر منطقة اكتظاظ في كل الأردن. يعني كل الأردن بما تحتويها من اكتظاظات، خاصة في العمان والزرقاء، الزعتري هو خامس منطقة من ناحية الاكتظاظ الحقيقة، كميات كبيرة، وخطة حكومية لمواجهة ضغط اللجوء السوري على المساكن وتخفيف أثاره على المواطنين. وحسب دراسة، ارتفاع إيجارات الشقق السكنية في المملكة العامين الماضيات بنسبة 120%، والشمال هم الأكثر تضررا، شمال المحافظات الشمالية، حيث أنهم يعيشون أزمة عدم توفر مساكن للمواطنين وارتفاع جنوني لأسعار الشقق. وأزمة السكن تنعكس في رفع 770 قضية إخلاء سكن لأردنيين بالمفرق عام 2012. يعني هذه كمعلومات سريعة عن يعني هذا الموضوع. والحقيقة يعني أنا يعني ما بذكره من ناحية يعني لا سمح الله منا على السوريين، هم إخواننا بالعكس ونعتز بهم، ولكن هذه مشاكل يعني تعرض لها المواطن الأردني جراء هذه الأعداد الكبيرة. إحنا الآن عدد السكان، ممكن الآن نشوف الصورة بشكل أوضح لمخيم الزعتري، شوفوا هذه الصورة يعني وهذا الاكتظاظ الكبير جدا، يمكن أوضح الآن بالألوان وسط الصحراء طبعا، يعني الله يعينهم بكل تأكيد، يعني الله يعينهم. شوفوا بدهم يلحقوا على مرافق صحية، على يعني هذه مدينة المفروض يكون فيها مدارس وجامعات وطرق وغيره، ولكن هذه مدينة بالصحراء يعني على التراب، ما فيها لا أي بنية تحتية ولا غيره، ويعني هذه المعاناة اللي حقيقة يعاني منها اللاجئين السوريين. أنا صراحة بس بدي أذكر تصريحات من أروع ما يكون. خلينا نقارن، طبعا إحنا ما بنقارن حالنا بتركيا، لكن تركيا على سبيل المثال اللي استضافت اللاجئين السوريين، هو خبر يعني مش موجود بالصحف، وإنما كان اللقاء لأوغلو داود أوغلو
مع قناة الجزيرة، تحدث فيها كلام من أروع ما يكون الحقيقة. قال بأنه إحنا صدفنا لاجئين سوريين وأنفقنا عليهم 4.5 مليار دولار، لكن إحنا لا نتمنى على السوريين، بالعكس هذا واجبنا ونحن نمثل الأنصار الذين استضافوا المهاجرين. وقال بأنه الأنصار لما استضافوا المهاجرين ما فلسوا بالنهاية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بارك بأموالهم وبارك بتجارتهم، وبالتالي انعكست ذلك بشكل إيجابي، انعكس إخاءهم وإيواءهم للمهاجرين عليهم بشكل إيجابي. وقال رئيس وزراء، يعني تخيلوا أنه نسمع رئيس وزراء أردني يقول هذا الكلام، وهو يعني رئيس وزراء وبروفيسور يعني خبير في الشؤون الاستراتيجية والتخطيط وغيره، يعني ما بنحكي عن شخص عادي، ويقود دولة تركيا الناجحة بكل المقاييس والمعايير، عشان ما حدا يعني يحكي أنه شو هالحكي الفاضي. قال أنه إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ميزانية الدولة التركية كما بارك للمهاجرين عندما استضافوا الأنصار، لأنه إحنا نستضيف اللاجئين السوريين بتركيا. يقول أغلو بأنه عندهم بالجامعات، برضو هذه رسائل حتى للمواطن الأردني، عشان يعني صح إحنا بنعاني معاناة اقتصادية، لكن يعني نتذكر هذه المفاهيم أنه بالنهاية هم أشقاء وإخوة إن الأهل من سوريا. يقول أغلو بأنه إحنا الجامعات في تركيا صعب أنه حدا ينقبل فيها، زي الأردن يمكن، زي يعني دول اللي هي موضوع المنح، ويعني أنه يدرس ببلاش. إحنا أصلا التنافس بدفع مصاري وبدفع مبالغ كبيرة، في بعض الساعات 100 دينار بكليات الطب وغيره، ما علينا بدناش ندخل بهذا الموضوع. ولكن أغلب بيحكي أنه الطلبة الأتراك بيدخلوا على امتحان، وهذا الامتحان صعب، صعب جدا، ويتم قبول يعني 30% من المتقدمين إليه فقط، فقط 30% يتم قبولهم بالجامعات التركية، لأنه يعني الجامعات ما بتكفي للكل. ولكن قال أن السوري يدخل إلى الجامعة التركية بدون هذا الامتحان، يعني يفضل المواطن السوري على التركي، تخيلوا، يعني مش بس يعني مساواة، وإنما يفضل السوريين. التركي بده يدخل الامتحان، أما السوري فما بيدخل الامتحان، مباشرة على الجامعة وبتعلم فيها، وإحنا بمخيماتهم أنشأنا مدارس حتى لا يكون هنالك هو أو فجوة في الجيل من الشعب السوري اللي اضطر إلى أنه يلجأ في الدول الجوار إلى أن يعود إلى وطنه إن شاء الله بعد زوال هذا النظام الطاغي، نظام الأسد. قال إحنا مش رح نتركهم يعني في جهل، ونتركهم يعني يضيع عليهم سنين، وإنما رح نعلمهم ورح نوفر لهم المدارس وبلغتهم اللغة العربية. يعني هذه بس هيك معلومات، الحقيقة من الجميل أنه نتفكر فيها ونشوف كيف هذه الدولة التركية ناجحة صحيح، ولكن هذا النجاح أتى ب من أشخاص يفكروا ويراعوا، لديهم حس أخلاقي غير عادي، بالإضافة إلى حسهم وفكرهم الاقتصادي والسياسي. بدأنهي بآخر خبر من الغد، هي تصريحات لوزير الصناعة والتجارة، ويعني يبشر فيها الأردنيين، هذه طبعا عبارة عن جس نبض وعبارة عن تهيئة للشعب الأردني. الحلواني اللي هو وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني، الحكومة بصدد بحث آلية جديدة لدعم الخبز، نفس موضوع المشتقات النفطية اللي حكيتها بالمقدمة، حكونا بدنا نشوف آلية جديدة يعني دعم المواطن للمشتقات النفطية، بدل أن ندعم المشتق نفسه ندعم المواطن. نفس الكلام الآن يتم على الخبز، وترقبوا واستعدوا إلى تحرير أسعار الخبز وارتفاع كبير فيها. طبعا راح يكون في تسكين للمواطن الأردني من أنه والله راح نقدم دعم للمواطن الأردني، لكن بعد شوي أشهر، مش سنوات، أشهر راح يتوقف هذا الدعم لأسباب كثيرة وعديدة، والحكومة مش عاجزة عن خلق هذه الأسباب والحجج، وبالتالي سيعمم الخبز ويرتفع، يمكن يصير نص دينار الكيلو بدل 16 قرش، والمواطن الأردني بده يتكيف مع هذه الأمور. الله يرزقنا مسؤولين عندهم حس المسؤولية وعندهم الحب الوطن مثل المسؤولين الأتراك الحقيقة، والله يرزقنا رؤساء حكومات مثل أردوغان ومثل أوغلو أن يقودوا الأردن لكي تسد المديونية وتصبح هي من يدين صندوق النقد الدولي. ومعلومة بأن تركيا لا تملك مخزونات لا نفط ولا غاز ولا غيره، هي دولة مستوردة مثلها. ويأتي لنا الدكتور فهد الفانك مع الاحترام لشخصه، وطارق مصاري وصالح القلاب لكل يوم يكتبوا أو كل فترة يكتبوا مقال ينتقدوا فيها تركيا وسياسة تركيا. يعني غريب وضعهم وغريب هذا القهر اللي بيعيشوه، وهذه يعني الغيرة من تركيا ومن مسؤولين الأتراك، لأنهم لديهم مرجعية إسلامية يغاروا من هذا الموضوع وينتقدوهم. إن شاء الله يعني يكون في عنا نص أردوغان في الأردن. فاصل ونواصل فقراتنا، فابقوا معنا.
وصل فذاق الأمان وحاز الأمان حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل بربي مليك فؤاد اتصل فذاق الأمان وحاز الأمل حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل جلال الحياة وعطر النقاء وقلب يناغم حسن الجزاء جلال الحياة وعطر النقاء وقلب يناغم حسن الجزاء تمنى فنال السنا والسنا وسار على الدرب حتى وصل بربي مليك فؤاد اتصل فذاق الأمان وحاز الأمل حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل وقار أصيل كشمس الغروب تراه يزين الفضاء الرحيم وقار أصيل كشمس الغروب تراه يزين الفضاء الرحيم وقلب دعا لحياة القلوب وصلى لخالقه وابتهل بربي مليك فؤاد اتصل فذاق الأمان وحاز الأمل حياتي أضاءت وقلبي سما طريقي تجلى ونورك تمل فلا تسألي عن شموس النهار وكم أشرقت مستمرين إذن معكم مشاهدينا الكرام كنا نتحدث ربما عن السلطان رجب طيب أردوغان والسياسة التركية خلينا نرجع لزعمائنا وقياداتنا العرب ونشوف المآسي اللي منعيشها وخاصة هنالك في فلسطين فلسطين يعني لو نتخيل لو غاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأي سبب كان ماذا سيكون الحال؟ ستصبح دولة فلسطين غير العضو في الأمم المتحدة بلا رئيس وحركة فتح بلا رئيس ومنظمة التحرير بلا رئيس والسلطة الوطنية بلا رئيس يعني شو ضل مناصب كل مناصب الحياة ماسكها أبو مازن الحقيقة يعني هذه معضلة ومعضلة كبيرة بأنه يعني الشعب الفلسطيني لم تنجب يعني الأمهات الفلسطينيات شخص آخر غير محمود عباس ليقود الدفة وليقود مسيرة النضال التاريخية للشعب الفلسطيني هذه الأسئلة الحقيقة التي تبقى مطروحة ويعني كل حركة التحرر الوطني الفلسطينية لا تجد غير محمود عباس لكي يعني يدافع عنها أو يتحدث باسمها يعني الحقيقة شيء غريب جدا وهذا هو محمود عباس وهو يخاطب ويتحدث مع الصهاينة يعني يذهب إلى الجامعات هذه يعني جامعة صهيونية ويتحدث مع طلبة الجامعات الصهيونية الحقيقة أيضا يعني محمود عباس وصل فريق أمريكي إلى مكتب الرئيس محمود عباس لماذا؟ لحمايته من الصهاينة اللي ممكن يغتالوه ويسمموه مثل ما سمموا أبو عمار لا وإنما لحمايته من حماس
يعني حمايه الحمايه من حماس تستوجب وجود فريق امريكي وصل بناء على طلب منه طبعا قبل ايام، وخاصه بعد ان التقى مع جون كيري قبل ايام، تحدث معه عن التهديدات اللي اطلقتها حركه حماس من انها ستنقل المقاومه للضفه. يعني بعض وسائل الاعلام الفلسطينيه ذكرت انه بعد تهديد حماس بتفعيل المقاومه في الضفه وتصريحات يعني ايضا القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان بانه آن الاوان للتخلص من فساد محمود عباس، حسب كلام دحلان طلب عباس فريق حمايه امريكي يصل للمقاطعه لحمايته. يعني يشار ايضا الى ان هنالك توتر كبير تشهد الساحه الفلسطينيه مؤخرا بين الرئيس محمود عباس من جهه وحركه حماس من جهه اخرى، وكذلك توتر داخلي بحركه فتح نفسها ما بين انصار دحلان وانصار عباس. ويعني اعلن انصار دحلان صراحه ببدء مرحله اسقاط محمود عباس، تلاها تصريحات واضحه من دحلان نفسه تدعو الى انهاء هذا الفساد لعباس وزمرته على حد وصفه. عشان نحكي اكثر عن هذا الموضوع ويعني نتنبأ كيف ستكون قادم الايام في ظل هذه الصراعات، ينضم الينا السفير الفلسطيني الاسبق السيد ربحي حلوم. سيد ربحي السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا اخي. اهلا، نعم، صباح الخير سيد ربحي. و صباح النور. يعني نتحدث ونحلل عن ماذا سيكون المصير لو رحل محمود عباس لاي سبب كان، ستكون دولة فلسطينية غير كامله العضويه بلا رئيس، سلطه بلا رئيس، حركه فتح بلا رئيس، منظمه التحرير بلا رئيس. يعني هل يعقل بان الشعب الفلسطيني لم ينجب الا ابو مازن ليتحكم بكل هذه المناصب لوحده؟ اولا صباح الخير، في هذا الشان اشعر حينما اتحدث عن هذا الموضوع اشعر انني امام صورة مأساوية وكأنني أمام مشهد حظيرة تتشاجر فيها أو تتزاحم فيها الذئاب كافة أنواع البريات. للأسف الشديد كل يبحث عن حصته في أو فريسته في هذا في هذه الحظيرة أو في هذا الغاب، في ظل غياب الأصول الدستورية والقانونية والثورية والنضالية والخلقية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. أصبحت القضية الفلسطينية بالنسبة للذين يتولون بالنسبة لأولي الأمر في القضية الفلسطينية أصبحت شأن ليس ذي أهمية بقدر ما هو ما يهم هؤلاء التناحر والبحث عن المغانم والمكاسب. للأسف الشديد هذا هو المنظر المأساوي أو المشهد المأساوي الذي يتراءى لي حينما أتحدث أو أنظر إلى هذه القضية. فيما يتعلق باحتمالية غياب عباس، هو أصلا حاليا لا يتمتع بشرعية كونه مضى على انتهاء شرعيته 5 سنوات، وهذا شأن لم يحصل في التاريخ في أي حتى في الغابات لم يحصل في التاريخ أن تبقى سلطة أو جهة رسمية قانونية تتولى شؤون شعب وأرض وقضية مقدسة كالقضية الفلسطينية. فالمنازعات القائمة والتناحر حول المكاسب للأسف الشديد ستستمر، وقد يضطر الاحتلال أو الاحتلال والجهات الراعية للاحتلال فلنقل الإدارة الأمريكية أن يسندوا من يؤمن لهم مصالحهم، وقد يأتون بأحد الرموز القائمة من السلطة القائمة. لكن الشعب في تقديري خاصة في المرحلة الأخيرة، وقد شاهدتم تصاعد الانتفاضة في القدس، لكنهم للأسف الشديد عملوا
بكل جد واجتهاد لإخمادها، في تقديري ستنفجر من جديد، لأنه لا محالة، هذا الشعب لن يبقى صامتا على ما يجري، فقضيته مغيبة، والشيء الوحيد الحاضر على الطاولة هو التناحر على المكاسب والنفوذ والسلطة. نعم، يعني كيف تتوقع يعني سيد ربحي أن تتوج هذه الخلافات في ظل بوادر انتفاضة بدأت في القدس حقيقة، ولكن أبو مازن دائما ما يقول بأنه الانتفاضة على جثي، يعني ما فيش انتفاضة وأنا على قيد الحياة في ظل الخناق هو المستمر. قال ذلك صحيح، لكن الشعب أن يصغي لما يقوله هذا أو ذاك. نعم. سينقض، سيحاول إذا حصل لسبب أو لآخر غياب عبد الحسين، كثيرون يتاهبون للانقضاض على الموقع، من سلام فياض، من عزام الاحمد، من الى اخر، دون ذكر اسماء اخرى، محمد دحلان او 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 او، هناك الكثيرون يتاهبون للانقضاض ويزرون اتصالاتهم مع هذه الدوله او تلك في في الدول العربيه لايجاد ركيزه داعمه لهم في حال حصول شأن كهذا، لكي ينقضوا بسهولة ويتولوا الموقع. أيضا سيد ربحي اسمح لي أنه ننهي، يعني كنت أقرأ يعني قبل قليل خبر يتعلق بوصول فريق أمريكي إلى مكتب محمود عباس لحمايته من حماس على وجه التحديد، وكذلك من التيار الفتحاوي الآخر المتمثل بمحمد دحلان. يعني تعليقك على هذا الموضوع، أن يلجأ يعني الرئيس الفلسطيني إلى فريق حماية أمريكي لكي يحميه من أبناء شعبه؟ أنا أعتقد أخي الكريم أن عباس ليس مهددا من أي جهة فلسطينية، هناك تناحر صحيح قائم لكنه لم يبلغ حد التصفيات، ولا أظن أن هناك خطرا يتهدد عباس من حركة حماس أو من دحلان أو من غيره، حماس ودحلان أو إلى آخره، لا خطر، إنما الهم الأمريكي الذي يشغل الإدارة الأمريكية هنا في واشنطن هو من الأقدر على تحمل التبعات التي تطلبها الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني. الهم الأمريكي الآن ينشغل في إيجاد الشخص البديل القادر على تنفيذ بقية ما هو مطلوب لصالح الإدارة والمصالح الأمريكية والمصالح الاحتلال الصهيوني. نعم. هذا هو الشأن الذي يشغل بال الإدارة الأمريكية. من هنا في تقديري الفريق الذي قدم ليس لحماية عباس، إنما للبحث عن البديل فيما لو انقض أحدهم لأن يحل محل عباس. نعم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم على الشعب الفلسطيني بمن يستحق الحقيقة قيادة الدفة، وأن يكون على مستوى التضحيات التي قدمها هذا الشعب العظيم. أنا اسمح لي أن أشير إلى أن شعبنا الفلسطيني لديه من القدرات والكفاءات والقيادات والأهلية أنجب كثيرين، وأنجب رموزا تاريخية، قسم بعضها استشهد وبعضها ما زال حيا يرزق. القيادات الفلسطينية ملأت العالم، الكفاءات الفلسطينية ملأت كافة أنحاء العالم، هو قادر ولديه من القدرات والكفاءات من يتولى هذه المسؤولية، وليس عاجزا وليس عاقرا. بكل تأكيد، بكل تأكيد. شكرا جزيلا لك السفير الفلسطيني الأسبق سيد ربحي حلوم، شكرا على هذه الإيضاحات وأيضا على هذه وجهات النظر. يعني الحقيقة احنا نعتذر نيابة عن الخبير في الشؤون الصهيونية ضيفنا المعتاد الزميل علاء الرماوي لوعكة صحية لن يكون معنا اليوم على الهواء، يعني سنكتفي بهذا التحليل من يعني ايضا السفير الفلسطيني الاسبق حول هذه التطورات في الساحة الفلسطينية. وننهي يعني هذا الملف بهذا الفيديو للحاخام الصهيوني الذي يعني ما بعرف كيف طلع له عمر بعد ان تقام البطل معتز حجازي بهذه العملية وأطلق عليه الرصاص، العملية المعروفة في القدس، ويعني سمعنا بالإعلام من مسافة صفر
لكن حتى وان من مسافه صفر واطلق عليه اكثر من رصاصه، ناسي عدد الرصاصات، ولكن يعني بعده حي يرزق هذا الزلمه. على كل حال خلينا نشوف هذا الحاخام. راح على مكان العمليه ووصفها ومثلها بصوته. خلينا نشوف شو حكى عن الشهيد معتز حجازي وكيف قابله وماذا تحدث اليه قبل ان يطلق النار عليه من خلال هذا الفيديو. يودا غليك بيل ها يمين شنيصل من نسيون الاتنكشوت قبل مسبار شبوعات خوزر اي ميلان ديان لمكم شبو كيمات ونرصخ وגם متراين لראשונה هنا كتا معوده. כן, כשיהודה גליק חוזר איתנו למקום שבו נורה ונפצע קשה, הוא עדיין מלווה בניידת משטרה ושוטרים חמושים. הוא לא מעז לצאת מהאוטו, אבל הוא זוכר כל פרט, החל מהרגע שבו יצא לרחוב הירושלמי ונתקל בגבר צעיר שנעמד מולו. אני רואה את עצמי על מטה, מדבר עם החברים, עם שי ועם מוריה. ככה אני יוצא החוצה. מלא פציעות, ואני פותח את הדלת האחורית של האוטו, והוא עומד ליד הדלת האחורית של האוטו. שם? כאן. ואת האופנוע שלו לא ראית? לא. ראיתי את הפנים שלו, ראיתי את הקסדה שלו. הפנים שלו העירו, בלטו. הוא מסתכל עליי. הוא לא היה נראה לי, הוא היה נראה לי מישהו מהסביבה. אולי איזה בחור צעיר שגמר איזה בילוי. ואז הוא פונה אליי ואומר לי, אני נורא מצטער, אני חייב לעשות את זה כי אתה אויב של אל-אקצה. בום בום בום. כששאלו אותי, יכול להיות שיפגעו בך? תמיד עניתי, כן, יכול להיות. אבל באמת באמת לא האמנתי שזה יתממש. يعني معتز الحجازي عندما اتى ليطلق علي النار كان وجهه مضيء، كان وجهه مضيء بشهادة من يعني حاول معتز ان يقتل، وهو الحاخام عدو الأقصى، وقال لي أنت عدو الأقصى، ومن ثم أطلق النار علي. هكذا تحدث هذا الحاخام. ولذلك يعني الحقيقة نعتز بشهدائنا الأبطال الذين يعني هذا يعني معتز يمكن تحدثنا عنه، كان شاب لديه طموحات مثل باقي كل الشباب اللي يعني يتابعونا وكل الشباب اللي بنعرفهم، من أحلام بالزواج، بإنجاب الأولاد، بالسفر، بالارتقاء بالعمل، بالوظيفة، بكل شيء، لكنه هو ترك كل هذه الأمور وحطها على الجنب وقال بأنه الأقصى ينتهك من قبل هذا الحاخام. أريد أن أثأر لكرامة الأقصى، أريد أن أثأر لكرامة المسرى، مسرى الحبيب المصطفى، ولذلك قام بهذه العملية وقال له أنت عدو الأقصى وأنا مضطر لأن أقتلك، لأنك ليس لأنك يهودي وإنما لأنك مغتصب لأرضي ولأنك عدو لمسجدي المسجد الأقصى. وأطلق النار عليه وارتقى شهيدا بعد أن قوبل برصاصات أخرى من قوات الاحتلال. خلينا نروح على صحيفة الدستور ونشوف أبرز الأخبار فيها. أيضا الخبر الرئيسي كان عن عودة الملك إلى أرض الوطن بعد زيارة عمل للولايات المتحدة، وأثمرت عن حزمة ثالثة من ضمانات القروض للمملكة وزيادة المساعدات السنوية لمليار دولار. هذه وكان يعني باستقباله أعضاء الحكومة والمسؤولين الأردنيين بكافة يعني المناصب. في الملفات الداخلية المحلية إلغاء إضراب عمال الكهرباء اللي أشرنا إليه واللي كان يفترض أنه يكون اليوم، ولكن رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية النائب عبد الله عبيدات أعلن عن توصل اللجنة لاتفاق بين نقابة العاملين من الكهرباء والشركة لإلغاء الإضراب المقرر اليوم. ويعني شكر جزيل الحقيقة للشركة ولهذه الوساطة النيابية. يعني احنا بنعرف انه الوظيفة المعروفة للنواب هي التشريع والرقابة، هذه الوظيفة اللي ينص عليها الدستور الأردني وكل دساتير الدنيا بالإضافة لإقرار الموازنة. لكن يعني الحقيقة انه في بعض النواب بيلعبوا دور جيد يعني فيما يتعلق بهذا الملف، ملف المصالحات ما بين الجهات المختلفة سواء كانت شركات أو عمال. هي ليست وظيفة النواب الأساسية والمنصوصة بالدستور، ولكنها جهود مشكورة يقوم بها البعض النواب لتخفيف الاحتقان الذي يحصل في بعض المؤسسات. أيضا يعني النائب عبد الله عبيدات له دور في موضوع إضراب الميناء، ولكن لغاية الآن يعني ما في حلول. إضراب مفتوح وشامل في ميناء العقبة لليوم التاسع، وإصرار على المطالب ومبادرة نيابية لحل الأزمة. طبعا يمكن البعض صار عارف هذه الأزمة، الأزمة هذه مش سهلة، عشان هيك نحكي عنها كثير، لأنه
اللي متضرر منها كل المواطنين مش بس العمال، لانه هؤلاء العمال موقفين العمل، وبالتالي ما في تخليص على الحاويات اللي تيجي من رئتنا الوحيده، الميناء البحر الوحيد ميناء العقبه، وهذا يؤدي الى خسائر كبيره يتكبدها التجار. وعندما يخسر التجار، وعندما يعني لما يبطل في مخزون من الملابس، خاصه احنا على فصل شتاء وكان في بضائع شتويه، راح ترتفع اسعار البضائع الموجوده حاليا، وايضا قطاع النقل عم بتكبد خسائر بالملايين. عشان هيك الموضوع مش سهل، وللاسف الشركه كان هنالك شركه الميناء هي عباره عن تقريبا 51% للدنماركيين استثمار اجنبي، و 47% للحكومه، يراس مجلس ادارتها رئيس سلطه العقبه هاني الملقي. هذا الملقي يعني الحقيقة أظهر عدم تعاون في هذه القضية وفي هذا الموضوع، لأنه مش قابل يتنازل أبدا، ومش قابل حتى يتعاون حتى مع وسائل الإعلام، لا يتواصل معهم ولا يبدي بالتصريحات لهم. ما بعرف يعني تقلان يمكن على وسائل الإعلام، ما بعرف. على كل حال يعني الفكرة بأنه هنالك وساطة لأنه يرجع العمال يشتغلوا في ظل الشفتات الجديدة اللي هي 8 ساعات بدل ما كانت 12 ساعة، وبالتالي انخفضت رواتب العمال، لكن بيشتغلوا لآخر السنة يعني فيما يتبقى من هذا الشهر، عبال ما يشوفوا حل من خلال المحكمة العمالية تفتي في موضوع الحقوق المكتسبة، شو هي حقوق العمال المكتسبة وش هي مش الحقوق المكتسبة. ولكن شرط العمال، عشان هيك هم يواصلوا إضرابهم، شرطهم أنهم يفرجوا عن المعتقلين، في 3 معتقلين من العمال، وشرط آخر أيضا بإعادة المفصولين، حوالي 25 عامل مفصول. نتمنى أن يكون في تجاوب من المسؤولين وأيضا تنازل من العمال، يعني مفاوضات بأخذ وعطاء، لكن بالنهاية الجميع يضع مصلحة الوطن، مصلحة الأردن نصب عينيه، وبعد ذلك كل شيء بهون. مدام الجميع يضع مصلحة الوطن في الأولوية، كل شيء ثاني يهون، وكل شيء بعده يعني بيتم التفاوض والحديث عنه. روح لبعض الأخبار الإقليمية. أسلحة ثقيلة ومتوسطة للبشمركة لمواجهة داعش في الموصل. أسلحة ثقيلة ومتوسطة، جميل، ويواجه داعش، جميل. وداعش دائما منأكد ومنذكر يعني هي منظمة إرهابية تكفيرية متطرفة أساءت للإسلام والمسلمين وتشكل تهديد وخطر عليهم، جميل جدا. ولكن لما كان الشعب السوري يعاني من بشار الأسد، وكان يطلق عليه صواريخ الإسكود، وكان صواريخ والسلاح الكيماوي وكل أنواع والبراميل المتفجرة وكل أنواع السلاح، ويقتل الشعب السوري بدم بارد، كان المجتمع الدولي يحرم دعم الثوار السوريين بالأسلحة الثقيلة. أما الآن لمواجهة داعش فكل شيء حلال، ويتم دعم من يريد أن يواجه داعش بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، أما الثوار السوريين فلم يتم دعمه أبدا. وأما السنة الذين عانوا ما عانوا من الميليشيات الشيعية في العراق لم يتم دعمهم. يعني هذه الازدواجية التي يحملها المجتمع الدولي، بفكر انه بالنهاية رح ينتصر بمعركته، مش رح ينتصر، مش لانه داعش قوية، وانما لانه داعش تدعمها الحاضنة السنية في العراق وحتى في سوريا، مش حبا لها وانما كرها بالانظمة المستبدة القاتلة الظالمة التي سفكت دماءهم، ولم ترى الشعوب اي احد يدافع عنها تجاه هذا الظلم اللي تعرضت له من انظمتها، وانما لما دخلت داعش على الموضوع صارت هي البعبو وهي الخطر الوحيد في العالم، مع انه خطر بشار اكبر بكثير من خطر داعش وخطر المالكي وايران والسياسات الايرانية المتبعة في المنطقة. وخطر اسرائيل هو الاكبر والاكبر. نتنياهو الغاء حق العودة هو شرط التسوية، هكذا يصرح نتنياهو، والزعماء العرب بيستحوا يحكوا مع اسرائيل يعني بلهجة شديدة. واما نتنياهو يتنازل عن الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بالعودة ويضعه كشرط للتسوية. العرب بيردوا عليه شو؟ انه المبادرة العربية بعدها جاهزة، بعدها على الطاولة، اللي هي تعلن عن تطبيع كل الدول العربية وحتى الإسلامية مع اسرائيل من اجل يعني الاعتراف بدولة فلسطينية على 20% من الارض الفلسطينية التاريخية. هكذا بيحكي العرب، ونتنياهو بيحكي لهم انا بديش حق عودة. ومحمود عباس طبعا هو تنازل عن حق العودة وقال انا اتنازل عن حق عودتي الى صفد. هكذا هم الرؤساء وهكذا هم الزعماء. طبعا جولات استفزازية في باحات الأقصى وحملات اعتقالات بالضفة، طبعا الاعتقالات تتم بالتنسيق ما بين قوات الاحتلال وسلطة أبو مازن أو سلطة أوسلو. خبر الأخير، انعقاد القمة الخليجية في الدوحة اليوم. إذن القمة الخليجية وين؟ في الدوحة، اللي كان الخلاف بين السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى. والفكرة أيضا
أنها تبحث موقفا جماعيا لدعم مصر وإنشاء قيادة عسكرية موحدة. ما عندي أي معلومة ولكن أطرح الاستفهام والسؤال، بدهم يتخذوا موقف جماعي موحد لمصر وموقفهم متناقض يعني بشكل معروف، إمارات وسعودية من جهة وقطر من جهة، من الذي سيتنازل الآخر؟ واضح بأنه يعني المسألة مقبلين على مشهد جديد، وهل قطر راح تغير من سياستها؟ هذا سؤال مفتوح ومطروح، ولذلك أنا مش مع التعلق بمواقف أي دولة خاصة من الدول العربية التي يعني لا تحكمها الديمقراطية. أنا أتكلم عن تركيا وتكلمت عنهم لأن تركيا ينتخب الرئيس فيها الشعب، ومن انتخب أردوغان وأوغلو وحزب الحرية والعدالة أو العدالة والتنمية عفوا هم الشعب التركي، ولذلك نحن نتكلم عن رئيس شرعي بشرعية الشعب، أقوى شرعية ممكن أن تكون موجودة للدول في العصر الحالي. ولذلك نحن نحكي عن تركيا، نحكي عن سابع أقوى جيش في العالم، نحكي عن دولة، نحكي عن حضارة، نحكي عن خلافة عثمانية، نحكي عن اقتصاد 17 على العالم، نحكي عن موارد، نحكي عن شعب، نحكي عن عوامل عديدة. هذه كلها مع احترام لقطر ودولة قطر لا تتوفر فيها، ولذلك يعني البعض كان يعني كثير يبالغ بالتمسك بقطر ويحرجها حتى يعني يجعل عليها عبء كبير يمكن ما تستطيع أن تتحمله. احنا ما بننتقدها ولكن نقول بأنه بالنهاية كل العوامل اللي ذكرتها موجودة في تركيا مش موجودة في قطر، ولذلك إلى متى ستصمت؟ يعني قطر السعودية والخليج إذا زعلوا عليهم ممكن يحاصروهم زي غزة برا جوا بحرا، ويعني يحاصروها ويؤدوا إلى خسائر كبيرة لها. بالنهاية ليست دولة عظمى ولا تستطيع أن تدير ملف لوحدها في ظل معاداة من الدول الجوار. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لجميع القيادات العرب وفي الخليج ليخدموا بلدانهم وأوطانهم، ليخدموا الأمة وقضاياها، وليخدموا فلسطين وقضيتها العادلة. فاصل قصير ونواصل فقراتنا، فابقوا معنا. مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية، ادخر لنفسك صدقة جارية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ساهم في إعادة إعمار مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي الذي دمره الاحتلال. تبرع $1,000 لبناء وتشطيب متر مربع واحد. تبرع ولو بمتر واحد. للاستفسار يرجى الاتصال على للتبرع لصالح المستشفى عبر أرقام الحسابات التالية: مركز الباسقات للمنتجات الطبيعية، هو أول مركز في الأردن يحتوي على كل ما تتمناه من منتجات طبيعية تحت سقف واحد بإشراف فني متميز، حيث تجدون فيه النباتات الطبية والزيوت العطرية والمكملات الغذائية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة من أرقى المنتجات المحلية والعالمية وبأسعار منافسة. مركز الباسقات
له دور تثقيفي وريادي في نشر المعلومة والإرشادات الصحية والعلمية للجمهور فيما يتعلق بالطبيعة. الباسقات رمز الطبيعة. شفا بدران، هاتف 510-5683. Mosque is that of one building, but rather its site is over 35 acres, which is 144,000 meters of buildings. مدارس أكاديمية الرواد الدولية. رسالتنا تقديم خدمة تربوية وتعليم متميز، أحدث الوسائل التقنية والأنشطة الفعالة في بيئة آمنة، إعداد جيل مؤمن ومبدع ومفكر نافع لنفسه ووطنه، 10 سنوات من العطاء والتميز. مدارس أكاديمية الرواد الدولية، رواد التغيير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من جديد في وسط البلد، مستمرين معكم إذن مشاهدينا، ونعود إلى الملف المعتقلين والإفراج عنهم، الإفراج عن 10 معتقلين وبقاء حوالي 18 معتقل أو موقوف آخر في السجون. الحديث أكثر عن هذا الموضوع بينضم إلنا الناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي الأستاذ مراد العضايلي. أستاذ مراد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ مراد، يعني بداية تعليقك على موضوع يعني الإفراج اللي تم بالأمس، وهل فعلا الجميع الموقفين 10 هم ينضمون إلى جماعة الإخوان المسلمين كما ذكرت يعني صحيفة الغد بأنهم موقفوا، وصفتهم بأنهم موقفوا الإخوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية احنا الحقيقة رحبنا بهذه الخطوة بالإفراج عن عدد المعتقلين، ونأمل أن تكون هذه الخطة بداية للإفراج عن جميع المعتقلين، وعلى رأسهم فضيلة نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ زكي بن رشيد، وإخوان المعتقلين السياسيين وجميع النشطاء السياسيين الأستاذ وصف السرحان وران الزواهرة والأستاذ محمد سعيد بكر وغيرهم من الإخوة الأخ حسان دوار وغيرهم من الإخوة المعتقلين. لأن الحقيقة بقاء المعتقل الراي وصاحب الموقف السياسي الحقيقة ليس جريمة بحق المعتقل، ولكن جريمة بحق الوطن إلا أن يبقى هؤلاء خلف القضبان. والحقيقة 10 لا، ليس كلهم منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، في بعض الناس يعني قريبين من الجماعة ولكن ليسوا من الإخوان، ولكن الحقيقة كلهم على خلفية نفس القضية التي اعتقلوا عليها. ونأمل أن يتم الحقيقة الإفراج عن جميع المعتقلين، وأن يكون إغلاق ملف الاعتقال السياسي في الأردن هو عنوان لهذه المرحلة، حتى يعني تدخل البلد في مرحلة مختلفة تماما إلى مرحلة سياسية جديدة، لمرحلة مشاركة سياسية، لمرحلة إشراك جميع أبناء المجتمع في حياة سياسية تخرج البلد من هذه الأزمات المتفاقمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. هنا أستاذ مراد، يعني الإفراج، هل قبل صدور قرار الإفراج تم التواصل مع قيادات الجماعة إخبارهم بذلك؟ هل تم ذلك بناء على وساطات ولا بناء على قرار يعني من محكمة أمن الدولة بأنه التهم يعني غير كافية لهؤلاء الموقوفين؟
لا، نحن الحقيقة بعد لقاء رئيس الوزراء لم يحدث أي لقاء سياسي أو غير ذلك، ولم تحدث أي وساطات. الحركة لم تقم بأي، لم تطلب من أحد وساطة في هذا الموضوع، وهي تعتقد أن هذا الملف يعني يجب أن يغلق، لأنه حق لكل مواطن أن يكون حرا خارج قضبان، وأنه من حقه أن يعبر عن موقفه ورأيه. وأعتقد أن المنطق والأصل هو يعني خروج جميع هؤلاء المعتقلين، ويعني العودة إلى الصواب، هو يعني هذا هو عين الحكمة إن شاء الله. وإحنا نأمل أن يتم الإفراج عن البقية لتدخل البلد في حالة مختلفة، لأن الحقيقة الاعتقالات عم توتر البلد وتوتر الوضع السياسي في البلد. صحيح. في ظل إقليم ملتهب، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جدا. صحيح. سؤالي الأخير لك أستاذ مراد حتى تتضح الصورة أكثر، وإحنا أخذنا هذا الخبر من صحيفة الغد، ولا شك بأن الأردنيين اليوم راح يطلعوا عليه. يعني في موضوعين، والموضوع الأول يعني بعض التحقيقات اللي كانت مع الموقوفين، رأيك بها بأنه هؤلاء الموقوفين كان هنالك لهم ارتباطات مع حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية، ومعروف التهمة دعم المقاومة، هذا جزء. الجزء الآخر أيضا أنه مصادر ذكرت بأنه هنالك تحقيقات عن معلومات تتعلق بإنشاء تنظيم عسكري سري داخل جماعة الإخوان المسلمين. يعني تحكينا عن هذول الملفين أستاذ مراد حتى تتضح الصورة من الجماعة ومن الحزب. لا، الحقيقة المعلومات اللي ذكرت حول موضوع تنظيم سر وكذا، هذا كلام صحفي وعاري عن الصحة. الأمر فقط مرتبط بتقديم هؤلاء الإخوة دعم للمقاومة الفلسطينية وللأسرى على وجه التحديد، وهذا الدعم الحقيقة يعني نعتقد أنه يشرف هؤلاء ولا يعني ينتقصهم. وأصل كل الملف ابتدى بناء على معلومات من الكيان الصهيوني، بناء على اعترافات بعض الإخوة المعتقلين في داخل السجون الإسرائيلية. ولذلك الحقيقة نحن يعني نأمل أن يكون دائما الأردن في صف الشعب الفلسطيني وفي صف قضيته، ولا يكون في يوم من الأيام لا سمح الله يعني يخدم الطرف. يعني أستاذ مراد حتى التهمة مش موجودة، يعني موضوع التنظيم العسكري حتى هي مش تهمة موجودة حتى كتهمة. هو أنا بتكلم عن يعني لأنه روجت بعض يعني الجهات الإعلامية الداخلية والخارجية إلى هذا الأمر، وهذا الكلام عاري عن الصحة ولم يرد في حتى في التحقيقات. جميل. كل ما ورد هو تحول دورهم في دعم المقاومة في فلسطين وليس أكثر. ويعني هم طبعا لم يعني تعلم الجهات المعنية وكل الجهات شو اسمها أنها لم يوجد عند أحد منهم أي قطعة سلاح أو دور أو كذا، وإنما كان دورهم في إسناد المقاومة عبر دعم الأسرى وتقديم المساعدات المالية لهم. جميل جدا، شكرا على هذا الإيضاح. الناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي الأستاذ مراد العضايلة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وعلى هذه التوضيحات أيضا، لكي تكون الصورة حتى واضحة بأنه حتى تهمة التنظيم العسكري مش موجودة، يعني وإنما هي عبارة عن يعني كلام إعلام للأسف يتم الترويج له، ولكن يجب أن يتم التحقق قبل الحديث فيه، هكذا يفترض، وللأسف شديد لم يتم ذلك. وموضوع دعم الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال هو شرف، يفترض على الحكومة أن تحضر هؤلاء الشباب فعلا وأن تجيبهم كلهم مع بعض فعلا، لكن ليس تدكهم في السجون وإنما تكرمهم على الملأ وتنقل ذلك على الهواء مباشرة، لأن هؤلاء الشباب يستحقوا التكريم وليس الاعتقال. على سيرة المعتقلين، تم الإفراج مبارح بالتزامن للمصادفة بالتزامن مع الإفراج عن هؤلاء الموقوفين العشرة في الأردن، تم الإفراج عن الشيخ والداعية الدكتور محمد العريفي الذي كان من شهور ماضية في السجون أيضا في المملكة السعودية. امبارح خرج إذن الشيخ العريفي وأوقف التكهنات والإشاعات التي خرجت عن بعض التهم التي وجهت له وغيرها من التفسيرات والتحليلات، هذا فيديو للحظة الإفراج عن الشيخ العريفي. يعني شاهدوا هذا الحب الحقيقة من الشباب السعودي للشيخ
العريفي يستحق يعني ذلك الحقيقة، وهو يعني من الشخصيات البارزة في الفضاء الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر، موقع تويتر وهو الموقع الأكثر انتشارا في الخليج وفي السعودية، مش زينا الفيسبوك احنا في الأردن، في الخليج والسعودية لتويتر هو أبرز المغردين على الإطلاق، وصاحب يعني مملكة خاصة به على موقع التويتر، هو الأكثر يعني شعبية على الإطلاق الحقيقة، ويعني واضح بأنه هنالك تعاطف كبير مع قضيته، وهنالك لغز كبير لماذا تم اعتقال الشيخ العريفي وهذا الداعية الذي يعني يدعو إلى الإسلام المعتدل ولديه فهمه الجميل جدا للإسلام والذي يحبب هذا الدين للشباب سواء في السعودية أو في كل الوطن العربي وحتى العالم الإسلامي، ولديه العديد من الزيارات في أوروبا وفي إفريقيا، في مجاهل إفريقيا يذهب للدعوة إلى الإسلام يتم اعتقاله. غريب عجيب هذا الزمان اللي بنعيش فيه، غريب عجيب، الفاسدين والحرامية بيسرحوا بمرحوا ويكرموا ويأخذوا المناصب العليا في الدول، والدعاء ومن يخدم الدين يتم اعتقاله. ونتذكر أيضا اعتقال الدكتور محمد سعيد بكر هنا في الأردن، وهو أيضا داعية يدعو إلى الدين الإسلامي الذي يمثل حقيقة الإسلام بالفهم الشمولي للدين، إعداد جيل يعي بقضايا أمته وقضايا أوطانه ويتم اعتقاله، والفاسدين اللي سرقوا موارد البلاد ونهبوا خيرات العباد بيسرحوا وبمرحوا في لندن وفي عمان وفي دبوق. على كل حال خلينا نروح من العريفي للبابا تواضروس. البابا تواضروس وهو يعني الذي يرأس الكنيسة القبطية في مصر، ومعروف أن هذه الكنيسة أيدت الانقلاب بشكل يعني غير عادي. كان له لقاء مع وفد من الإنجيلية الألمانية وقال لهم بأن يعني المشكلة لما واحد مسلم، قبل ما أحكي لكم شو حكى، لما واحد مسلم بده يحكي عن قضايا المسيحيين بكل الاحترام والتقدير لهم، وهم يعني شركاء في الأوطان وجزء من منظومة الأمة الإسلامية ويحملوا نفس قيمها ونفس عاداتها ونفس ثقافتها، على الأقل واحد يعني واحد بيخجل أو يعني بيحسب حساب إنه يحكي باسم، مع أنهم هم يمثلوا الأقلية في التعداد الأكثري والأقلية، لكن للأسف بنشوف بعض يعني رجال الدين المسيحيين يتكلموا عن الإسلام وكأنه يعني بكل بساطة وبكل سهولة، ويحرجوا نفسهم ويضعوا نفسهم في موقف صعب الحقيقة. يقول تواضروس بأن المصريون رفضوا النظام الإسلامي. يعني لماذا؟ يعني هل يجرؤ أحد أن يقول بأن المسلمين يرفضوا النظام المسيحي أو يرفضوا التواجد المسيحي أو يرفضوا أي شيء يعني في هذا القبيل؟ هكذا هو إذا خاطب الألمان بأن المصريين رفضوا النظام الإسلامي. خلينا نشوف هذا الفيديو للبابا تواضروس. I was wondering how the situation is now. Do Christians feel safe here now? Or is it still a precarious situation? As you know, the last 3 years, Egypt wasn't changing. Many changes. During the last year, previous regime was Islamic regime, and all Egyptians refused that regime. Now there is new president, there is new government. So few weeks or months will be a new parliament. All these give new atmosphere for the relation with the Christians. I think that the situations are improved slowly, but are improved step by step. I think that the future will be good for all Egyptians. I think that the solution of our Egyptian situation is to become free. The first impression from the Western government on the groups of violence and terrorism to stop the violence here in Egypt. Second, the support of the economic process in Egypt. Third, helping to build right education and schooling
I think that this short plan will help Egypt to be a good country. إذن هذه كانت تصريحات البابا توادروس. خلينا نختم مع صحيفة السبيل ونشوف أبرز يعني الأخبار أيضا اللي أطلعتنا عليها. والخبر الرئيسي كان يتعلق بامتحان التوجيهي، أسس جديدة لامتحان التوجيهي تنوي وزارة التربية والتعليم يعني إعدادها خلال خطة خمسية مع بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. تتضمن هذه الخطة تخفيض عدد المواد وأن تصبح الامتحانات دورة واحدة تقام في أسبوع واحد. يعني زمان كان حوالي يقعدوا شهر التوجيه أو 20 يوم أو 24 يوم امتحانات، الآن نزلوا ل 12 وبعد هيك راح يصيروا بس أسبوع واحد ودورة واحدة وتخفيض عدد المواد. دائما ويكون هناك رؤى لوزارة التربية والتعليم لتطوير هذا الموضوع من خلال يعني تصريحات للعديد من الخبراء عن ضرورة يعني وضع معايير جديدة بأن لا تبقى العلامة هي المعيار الوحيد لتقييم الطلبة. لكن المشكلة تستمر في يعني موضوع التعليم العالي، لأنه قبول الجامعات، لأنه اكتشفت أنه هو موضوع التوجيه مقلب طلع، لأنه 70% من الذين يتم قبولهم في الجامعات هم يتم قبولهم ليس على التنافس، وإنما إما على الموازي وإما على المكرمات بمختلف المسميات، وكل التنافس بيصير على 30% فقط من المقاعد المخصصة للطلبة غير الموازي. يعني في 70% مكرمات و 30% يتم قبولهم على التنافس. هذا المجموع كله بالنسبة للموازي أيضا يعني بتنقص النسبة، يعني ممكن توصل ل 20% أو أقل من ذلك. وحمل الذبحتون أطلعونا العديد من التقارير التي يعني توضح ذلك، وهي نسب خطيرة الحقيقة في ظل يعني ارتفاع تكاليف التعليم سواء في الأردن أو خارج الأردن. وكل دول العالم حتى في إفريقيا التعليم الجامعي مجاني إلا في الأردن، حتى التنافس يعني مش سهل. لما نحكي عن 16 دينار للمتوسط وبعض الساعات 45 و50 وبعضها 100، فهذا يعني يعني مبالغ كبيرة. هذا اللي يعتبر على التنافس واللي يعتبر أرخص شيء. وقف صرف الدفعة الثالثة من دعم المحروقات، هذا ما صرح به مدير الإعلام والاتصال في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى طرونة، من أن الحكومة توقفت عن صرف الدفعة الثالثة من دعم النقد للمحروقات في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا لأقل من 100 دولار للبرميل لمدة 4 شهور متتالية. وهذا اللي كنا نحكي عنه وحكينا عنه مطولا يعني في المقدمة. كيري وزير الخارجية الأمريكي تصريحات خطيرة جدا جدا، دول عربية مستعدة للتحالف مع إسرائيل ضد حماس. خطير التصريح، دول عربية أكدت. لا طبعا لما يعني وزير الخارجية الأمريكي يحكي يعني مش إنه هو متعودين على الصدق منه، لكن مثل هذه التصريحات يعني يكون صادق فيها، مع أنه السياسة الأمريكية كاذبة ويعني بتلف وبتدور لتحقيق مصالحها، ولكن يعني الدول العربية. إذن رح نختم فيه وأترك لكم التصور من هذه الدول العربية. يعني ما جون كيري ما حكاها وأنا مش رح أسميها، ما بعرف يعني، لكن لكم أن تتخيلوا من هي، وهل يعني بعض الدول جزء منها أو لم جزء منها، الله أعلم. لكن كل شيء محتمل بأن الدول العربية تتحالف مع إسرائيل ضد حماس. نختم بهذه المقولة حتى تبقى في الأذهان، خطيرة جدا. شكرا جزيلا على حسن المتابعة. إذن فقراتنا انتهت لهذا اليوم، واللقاء يتجدد بكم بكرة إن شاء الله. أتمنى يوم جديد يكون جميل وسعيد ولطيف على جميع السادة المشاهدين. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.